وخلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أوضح السيد خالد جاسم المالود رئيس شؤون الحج والعمرة الأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج، أوضح أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع المشترك مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. خلال هذا الاجتماع حقيقة مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا، ومن أهمها طبعا هو التعرف على متطلبات وآلية مطابقة معلومات الحاج لدى المنافذ بالمملكة العربية السعودية ونقاط التفتيش، حيث تم اعتماد التصريح الإلكتروني مؤخرا للدخول من خلال استخدام الأجهزة الذكية، وكذلك تم التطرق لأهمية الاستعداد المسبق قبل مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة من خلال إدخال كافة المعلومات في المسار الإلكتروني، وذلك لغرض تزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة للاستعداد لاستقبال الحجاج عبر المنافذ وتخليص يعني أمورهم وحركتهم في فترات زمنية قياسية. حقيقة يعني كذلك تم التطرق للمتطلبات الفنية والتقنية لنظام الحج والعمرة الخاص بقسم شؤون الحج والعمرة التابع للوزارة لكي يتوافق مع متطلبات المسار الإلكتروني السعودي لغرض ربط البيانات ونقلها بين النظامين من خلال التنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين لسهولة إصدار التصاريح مستقبلا وفي فترات يعني قياسية مسبقة، مما يرفع سرعة الإنجاز وكذلك يعني الدقة والجودة في عملية تحصيل بيانات ومعلومات الحجاج.